السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سارة، جايبة لكم إعادة تدوير أو فكرة حلوة جدا، اللي هي الأسلاك اللي بتبوظ مننا، سواء فيشة أو شاحن موبايل أو أسلاك بتبوظ زي اللي انتوا شايفينها. مش هرميها، هقصها وهستفيد بالأسلاك اللي انتوا شايفينها جوه دي، سيحها بقى بأي ولاعة وأقدر أخرج منها النحاس ده اللي هو الأسلاك الرفيعة. زي ما انتوا شايفين كده، الراجل ده اللي معانا، الشخص ده على عود كبريت او خله لف، ابتدى يلف السلك، يعمله دورات ويفكها، هيعمل بيها شكل ابداعي بجد يجنن، تحفه تحفه فنيه. ممكن تعملوا الفكره دي، وفي الفيديو ده هتلاقوا افكار كتير قوي هتعجبكم. بص هو عمل بيها دي، ممكن تعملي بيها، بص الشكل الجميل ده، برضو ده من الاسلاك. انت لو عندك بقى كذا سلك يعني هتحوشيهم وتبتدي، يعني عايز اقول لكم الاسلاك دي بتتباع، اللي هي الاسلاك النحاس دي بتتباع غالية جدا، الرول بتاعها غالي جدا، فاحنا بيبقى عندنا اسلاك كتيرة جدا بتتقطع وبتبوظ وبنرميها، فخسارة. بصوا عاملين بيها شكل ديكوري حلو اوي، شجرة جميلة، والفصوص الملونة دي بتقدروا تلزقوها انتوا اي خرز كريستال ولا اي حاجة، وعلى فكرة بتتباع غالية جدا جدا، ممكن تعملوها مشروع حلو قوي، يعني لو انتوا هتشتروا بقى بكر نحاس وهتشتغلوا، ولو لبيتك انت هتبتدي تدوري كل النحاس اللي عندك هتعيدي تدويره. بصوا ده خرز عادي ملون، كل النحاس الاسلاك اللي تبوظ تحوشيها وتجمعيها وتعملي بيها زي ده كده، محوش كمية اسلاك نحاس، او هو جايبها وعاملها كمشروع اسلاك ملونة، في منها النحاسي وفي منها الاحمر، وعمل برضو نفس الفكرة الشجرة الجميلة دي، ومنها اسلاك اصلا طرية فبتتشكل بسهولة، زي الخواتم دي برضو تقدري تعمليها بيها بالخرز. ودي صورة بتعبر عن فكرتها، حلوة قوي تقدري تعمليها وشكلها حلو. يا رب يعجبكم الفيديو، متنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو.